اطلع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على سير العمل في برامج شركة تطوير العقبة ومشاريعها. واستمع ولي العهد خلال ترأسه اجتماعا بالشركة إلى إيجاز عن مسارات الشحن الجديدة التي أطلقتها الشركة مطلع العام الحالي، والتي استهدفت الأسواق الأمريكية بزيادة قدرها 17% في حجم الصادرات. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي خلال الإيجاز إن الشركة أعدت دراسة لتقييم مخاطر الموانئ ومنطقة الصناعات جنوبي العقبة. وبين الصفدي أن الشركة تعمل على إنشاء مركز العقبة الرقمي، ويهدف لتطوير النظام البيئي عبر توفير بنية تحتية رقمية ذات مستوى عالمي. أرحب مباشرة بالرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة سيد حسين الصفدي من العقبة. أهلا ومرحبا بك معنا سيد حسين، وسأبدأ معك بمحاور ما طلع عليه ولي العهد في هذه الزيارة، ونتحدث عن أبرز التصريحات التي قمتم بها فيما يتعلق بالتطوير الرقمي بالإضافة إلى كل المحاور فيما يخص الشركة ومشاريعها. شكرا جزيلا. طبعا شرفنا سمو ولي العهد المعظم بزيارة اليوم إلى شركة تطوير العقبة للاطلاع على سير الأعمال على عدة مشاريع استراتيجية تقوم الشركة بتنفيذها، وفي بعض الأمور الأخرى التي تقوم بالتعاون مع القطاع الخاص وأطراف أخرى. بالدرجة الأساسية تهدف دائما شركة تطوير العقبة على تعزيز دور المحوري اللوجستي الإقليمي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، واطلع سموها اليوم على آخر مستجدات في مجال خطوط الشحن الجديدة التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع الشركاء من شركة APM مولر العالمية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، التي والآن أصبحنا ننافس في الوقت والمدة الزمنية والكلفة أيضا للوصول إلى معظم المناطق أمريكا الشمالية وأوروبا، وأيضا على الخطط القريبة في القريب العاجل لموانئ أخرى وبلدان أخرى. وجميع هذه الخطط هدفها تعزيز الصادرات الأردنية وتعزيز الدور المحوري الإقليمي للعقبة، بالإضافة إلى بعض الأمور الاستراتيجية الأخرى ما يخص مركز العقبة الرقمي. نعم. ولا هو اسمح لي سيد حسين، سآتي إلى مركز العقبة الرقمي، ولكن مسارات الشحن الجديدة التي أطلقتها الشركة العام الحالي، ما هي هذه المسارات وما هو الموجود على الخطة؟ يعني إلى أي بلدان ستتوجه الشركة في مسارات الشحن الجديدة؟ سيد، إحنا بشهر واحد من هذا العام أطلقنا خطين جديدين من خلال شركة APM مولر اللي نحن شركاء معها في ميناء الحاويات، خطين مباشرين من العقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تصل البضائع الأردنية من العقبة إلى الشواطئ الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية خلال 22 يوم. طبعا نحن هذا جاء بعد محادثات كثيرة مع غرف الصناعة وغرف التجارة في الأردن، وهناك كميات كبيرة تصدر في مجال الألبسة تحديدا، يعني هناك مئات الملايين تصدر من الأردن إلى الولايات المتحدة، وكان يعانوا أصحاب المصانع والتجار على عملية الوقت لأنه لا يوجد خط مباشر للشحن إلى الولايات المتحدة. الآن نعمل على تعزيز موانئ أخرى في القسم الغربي من أمريكا الشمالية لتصل إليها خطوط شحن جديدة، وبالتالي نلبي احتياجات القطاع الصناعي بشكل عام وقطاع صناعة الألبسة وتصدير الألبسة بشكل خاص. نعم. مركز العقبة الرقمي، الآن نتحدث عن هذا المركز، أهمية وجود مثل هذا المركز الرقمي في عمليات الشحن وفي العمليات التي تقوم بها شركة تطوير العقبة بشكل عام، كيف ستستفيد جميع الأطراف التي تتداخل في عمليات الشحن وفي أيضا أذرع الشركة؟ شكرا سيدي. مركز العقبة الرقمي سيدي هو مستثمر من قبل القطاع الخاص، قمنا بالتعاقد من خلال إحدى الأراضي الاستثمارية التابعة لشركة تطوير العقبة، مستثمر قام بجهود كبيرة وقام بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة جوجل العالمية، وإن شاء الله نستقبل خط إنترنت مباشر، وسيكون الأول من نوعه في الأردن أن نعتمد على خط إنترنت مباشر غير الخطوط التقليدية التي كنا نعتمد عليها. طبعا هذا لا نصل لهذا الحد، ولكن نصل لأن تكون منطقة العقبة الاقتصادية مغطاة بشكل فعال جدا، يقلل كلفة الانترنت بحوالي 50% ويزيد السعة، ونستطيع من خلال مركز العقبة الرقمي ومركز البيانات الذي هو الآن قيد الإنشاء وسيتم تسليمه نهاية العام، نستطيع أن نستقطب شركاء ومستثمرين
في مجال القطاع الرقمي والقطاع التكنولوجي، وأيضا هذا سيعزز دور العقبة اللوجستي الإقليمي الاستثماري. سيكون مختص فقط في العقبة سيد حسين؟ هذا نعم طبعا سيدي، هو بالعقبة المركز، ولكن سيأتي ثماره لجميع المملكة من حيث استقطاب أو استقبال هذا الخط الكيبل إنترنت الرئيسي، الذي المرحلة الثانية العام القادم منه ستكون من العقبة إلى الشرق الأقصى. وهذه المرة الأولى إن شاء الله الأردن ومن خلال العقبة سنلعب الدور الإقليمي الرئيسي في قطاع الإنترنت وعالم الإنترنت. نعم، من ضمن مهام المركز إنشاء أو تطوير نظام البيئي في المدينة، كيف يمكن تفسير هذه النقطة، تطوير النظام البيئي من خلال هذه الشركة الرقمية، كيف سينعكس لربما بشكل واضح على أرض الواقع على نظام البيئي المتبع في العقبة؟ سيدي يمكن بتصور موضوع البيئة شوي مختلف، احنا قمنا بدراسة يمكن اللي هي دراسات البيئية ودراسة المخاطر لمنطقة الصناعات الجنوبية ومنطقة الموانئ الجنوبية، وهذا يمكن شيء منفصل عن موضوع القطاع الرقمي، لأنه هذا مهم جدا، وأنهينا كشركة تطوير العقبة مع شركة عالمية دراسة أو مسح كامل لكافة الصناعات الجنوبية والمشتقات النفطية وتخزين المواد الخطرة والموانئ والفوسفات والبوتاس ومصفات البترول وشركات قطاع خاص، حوالي 27 منشأة طالها هذه الدراسة طالتها، والآن سلمناها إلى سلطة العقبة ليتم الإشراف من قبل سلطة العقبة لضمان أعلى معايير السلامة وأعلى معايير إن شاء الله الدقة في مناولة المواد الخطرة وتخزينها. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة سيد حسين الصفدي كنت معنا، شكرا لك.